لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الخبير العسكري السوري العميد أحمد رحال. أهلا بكم سيادة العميد. يا أهلا بكم، حياكم الله والمشاهدين الكرام. ما انعكاسات تسليم روسيا منظومة S-300 لنظام الأسد على المستويين المحلي والدولي أيضا؟ يعني بالبداية دعنا نقول أننا أمام افتعال مشكلة الوقائع التي أعقبت إسقاط طائرة اليوشن 20 الروسية، وبعض المعلومات التي قدمتها مراكز تحليل الوقائع والعملية الجوية تبين من أنها مفتعلة، لأن الطائرات الإسرائيلية كانت تبعد حوالي 200 كيلومتر عن طائرة روسية لحظة إسقاطها. وبالتالي هنا تبرز كثير من إشارة الاستفهام، ماذا أرادت روسيا من هذا العمل؟ ولماذا تقوم اليوم بتسليم منظومة S-300 التي تعلم جيدا من أن وجودها سيعقد الأمور في المنطقة على المستوى المحلي؟ نظام الأسد بالتأكيد بهذه المنظومة المتقدمة نوعا ما تستطيع رصد الطائرات الإسرائيلية فوق المطارات الفلسطينية، وتستطيع إغلاق الأجواء السورية إذا ما استخدمت بشكل جيد. لكن هناك أمر هام من أن قدرات الطيران الإسرائيلي وخاصة F-35 F-22 تتجاوز تلك المنظومة، وبالتالي تدمير تلك المنظومة سيسيء ليس للنظام الأسد فقط، بل سيسيء للسلاح الروسي بشكل عام. على المستوى الإقليمي أو الدولي بالتأكيد تلك المنظومة المتحركة أيضا قادرة على إعاقة عمل طيران التحالف الدولي والطيران الأمريكي بالتحديد العمل في الشمال السوري، وبالتالي سيكون هناك عملية يعني إزعاج يعني تحديد لعمل هذا الطيران ولا تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق بالحديث عن الولايات المتحدة، ماذا عن الموقف الأمريكي من هذه الصفقة العسكرية بين موسكو والنظام، خاصة وأن واشنطن تبرر تواجدها في سوريا بمحاربة الإرهاب؟ يعني بمحاربة الإرهاب، وأنا أعتقد أن الجميع أصبح على قناعة أن نظام الأسد هو يقع في رأس قائمة الإرهاب. ايضا كما قلت يعني السؤال يبقى الان، هل روسيا هي من تشغل تلك المنظومه ام ستضعها بايدي خبرات او بيد منظومه الدفاع الجوي السوريه؟ نعم. انا اعتقد حتى الان ان روسيا لن تفرط في هذه المشكله، يعني تخشى من ان يكون هناك استخدام ضد طائره امريكيه او ضد طائره اسرائيليه، وبالتالي ستقع روسيا في مشكله. يعني بالامس كان هناك تصريح اسرائيلي ان هذه المنظومه اذا ما تم عملها وتم تشغيلها فستدمر خلال لحظات مباشرة من قبل الطيران الإسرائيلي. وبالتالي أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تراقب عن كسر هذا الموضوع، لكنها قد تؤدي إلى مشكلة ما بين موسكو وواشنطن، ليس صراع ما بينهم لكن تدمير البنية التحتية للدفاع الجوي السوري بشكل عام. من جهته حمل المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري حمل النظام الإيراني مسؤولية تنامي الإرهاب في سوريا. إلى أي مدى تظن أن صفقة الصواريخ هذه ستحمي تلك الميليشيات، لا سيما بعد تصريح روسيا بأنها لن تسمح بالمساس بالميليشيات في لبنان وليس في سوريا فحسب أيضا؟ يعني أنا أعتقد أن التصريحات الروسية خطوة متقدمة في إثارة تعقيد المنطقة. يعني لم نعلم هل روسيا اليوم تحمي سوريا أم أنها تحمي الوجود الإيراني ووجود حزب الله في سوريا وتحمي الوجود الإيراني في لبنان. هل أصبحت متعهد شركة حماية موسكو لتلك التنظيمات الإرهابية؟ الجميع يدرك تماما وعلى قناعة مطلقة أن الاخطبوط الإيراني الذي امتد من العراق إلى سوريا فلبنان، حاول العبث في البحرين ويدعم الحوثيين في اليمن، كل من هذا الاخطبوط هو اخطبوط الارهاب واخطبوط الدعم المؤامرات على الامه العربيه. وبالتالي نعم اليوم ما قاله رئيس هيئه المفاوضات وما قاله اعضاء عناصر هيئه المفاوضات ياتي في اطار اعاده ذكر الحقيقه من ان ايران عامل عدم استقرار، ايران عامل لتخريب المنطقه، وان وجودها كما قال جيمس جيفري ان وجود الايراني في سوريا هو عامل لإعادة القاعدة وإعادة داعش، ولن يكون هناك استقرار طالما هي موجودة في سوريا. بالحديث عن هذا الموضوع وعدم الاستقرار، هل ترجح أي مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والميليشيات الإيرانية بعد هذا التحدي المباشر والعلني؟ أنا أعتقد أن هناك اليوم قرار أصبح موضوع على طاولة العمليات ولم يعد هناك أفكار. يعني آخر تصريح للخارجية ولجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قال وجودنا في سوريا اليوم يستند إلى ثلاث نقاط: النقطة الأولى محاربة إرهاب داعش، النقطة الثانية هو إخراج الإيرانيين من سوريا، النقطة الثالثة إيجاد حل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن.
وبالتالي نعم اليوم هناك قرار أمريكي بمواجهة الميليشيات الإيرانية، حزب الله، الميليشيات العابرة للحدود القادمة من العراق والتي تتبع لملال طهران، بالإضافة إلى ميليشيات فيلق القدس والحرس الإيراني التي يرأسها الإرهابي الأكبر قاسم سليماني. وبالتالي نعم اليوم إيران أصبحت على قائمة الاستهداف، وأنا أعتقد أن سنشهد في الأيام القادمة مراحل متقدمة قد تطال يعني استهداف شخصيات كقاسم سليماني كما قال جون بولت. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري السوري العميد أحمد رحال، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.